تسلم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تسلم جائزة البحر المتوسط للثقافة والسلام لعام 2018 تقديرا لجهوده في تعزيز مفهوم دبلوماسية الثقافة ومساعي في نشر السلام. جاء ذلك خلال حفل أقامته المؤسسة المتوسطية في مدينة نابولي بإيطاليا بإشراف وحضور منظمة اليونسكو، حيث قال الشيخ خالد في كلمته في الحفل بمناسبة تكريمه: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن ألتقي بكم في هذا المحفل العالمي الذي حمل راية الاحتفاء وتكريم من أهدو للإنسانية عنوانها الحقيقي. وأضاف: لقد لخص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى المشهد الثقافي في البحرين في رؤيته الحكيمة عند إطلاق مركز عيسى الثقافي عام 2008، عندما أراد للمركز أن يكون كما كانت البحرين منذ فجر نهضتها مركز إشعاث حضاري منفتحا على مراكز الفكر الرصين في العالم ومستوعبا لكل جديد ومفيد من العطاء الإنساني، وأن يبقى رمزا على مر الزمن لتقدم البحرين ورقيها. وأشار الشيخ خالد في كلمته بأن هذه الفلسفة الملكية ترجمت إلى واقع ملموس عبر إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي يحمل رسالة عالمية تشهد على ماضي وحاضر مملكة البحرين ويعكس روح التعايش السلمي والحوار الفعلي. واختتم كلمته قائلا: من هذا المنبر أهدي هذه الجائزة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أرسى مبادئ التعايش والتسامح والسلام في مملكة البحرين سيرا على نهج وخطى أجداده الكرام، كما أهدي هذه الجائزة إلى شعب البحرين سفراء التسامح للعالم بأسره. وقد أصدرت المؤسسة المتوسطية التي يرأسها ميشيل كاباسو بيانا أعلنت بأن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة من المشاهير في العالم الذين يؤمنون برسالة السلام، حيث قررت المؤسسة منح جائزة الثقافة والسلام هذا العام إلى الشيخ خالد تكريما له وتقديرا لدوره وجهوده في تعزيز مفهوم دبلوماسية الثقافة ونشر السلام على مدى السنوات الماضية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن هذه الجائزة تمنح للأشخاص الذين خدموا في مجالات السلام والتعايش السلمي والتسامح، ومن حق المملكة أن تتباهى بهذا الإنجاز العالمي لكونها البلد الذي يعد مثالا للتعايش السلمي على مر الزمن. الحقيقة في البحرين ليس لدينا ما ممكن أن نتباهى به أكثر من أن نكون متسامحين ومتعايشين سلميا لفترة طبعا عبر الزمن يعني. وجلالة الملك بالحقيقة عندما نهديه هذه الجائزة هذا أقل ما يمكن أن نفعله، وهذا بالحقيقة شيء متواضع جدا، فهو يستاهل أكثر من ذلك بكثير، وعلى المستوى الدولي وعلى طبعا المستوى العالمي يعني. ولذلك أعتقد بأننا في الحقيقة نهدي هذه الجائزة لصاحب في الحقيقة ميثاق العمل الوطني والمراكز الثقافية في البحرين والتعايش السلمي، وترحيبه بكل ما هو طبعا يدفع بالبحرين للأمام في الحقيقة سنة 30 لهذه الجائزة، وتمنح في الحقيقة لأشخاص خدموا سواء على المستوى المحلي أو الدولي مجالات السلام والتعايش السلمي والتسامح. ونحن طبعا بدولنا في الحقيقة في البحرين عملنا الكثير من المؤتمرات وركزنا على الشباب في قضايا طبعا محاربة العنف والابتعاد عن العنف إلى آخره من هذه المؤتمرات والمحاضرات سواء كانت في البحرين أو خارج البحرين، فكانت دعوتنا في الحقيقة واضحة جدا بالنسبة لهذا في هذا المجال.